بسم الله. السلام عليكم. واش عندك اليوم؟ عندنا بيجو 404 خويا، لاني 82. بارك فيك خويا. مازال ما فتحوا لناش السوق خويا، انا نسناو على ربي. ها؟ ماشي بزاف يا خويا في حقها، تا زوالي ما قلناش 40 ولا 50 ولا اكثر. هاي فيسبا يا خويا راه يدير فيه 23 مليون. تا واحد زوالي ولا غير يكف فيها يخدم بها يسترزق، الله يبارك كاع. لا لا صافي بليزير، والله غير صافي غرون بليزير، الحمد لله يا ربي. ماشي ما تحكيش، هذه من وقت جدي هذه يا خويا. بلا مزيه خوتي وبارك الله فيكم. صبيغه ما فيهاش، فيها كتعرف شي بريكول كذاك، تعرف منها تاع ماستيك، منها رقع والبس، هذه هي. بارك الله فيكم خويا، يعطيكم الصحه. ها؟ دوك السيد صاحبي واش قال؟ لا قال نمو 25 يطلقها ان شاء الله اللي كتب ربي. قال 25، ريعينو غير ثم موش بعيد. اليوم انا نشوفه في السوق يا خويا شويه راه حابس، شويه شو راه مبلوكي معايا. شغل الناس تساوم منا كذا يا ويزغدو، ما كاش شريره قليل. السوم هذا كل واحد كيف راه يساوم خويا العزيز، كاين اللي راه يساوم في لي نورم، كاين اللي شغل اللي يعلقك يخليك معلق، يعطيك سوم يخليك معلق ويروح. دوكا كل واحد كيف راه يساوم. واش هي يا حس السوق؟ السوق يبان راه ريكول شويه، على كل حس بعض ضرب الدور انا يا جيت طونوبيلات لتحت يبان شغل السوق ريكول، الله يبارك صافا شويه، الناس تقدر تشري تقدر كذا، الله يبارك. كاين كما نقولوا سمعه، طيب اللي عنده اللي عنده بيجي صغير ان شاء الله بربي يقدر تاع 100 مليون 120 130 يجيب طونوبيل شابه ان شاء الله، ماشي كما كان السوق كيو كيو 120 130 مليون. صافا صافي بليزير، دوكا السوق راه بيان. السوق راه يبان لي كاين شي ماتريال ساومناه كيما نقولوه بهابط ب 20 15 على اللي كان سواق اللي فات. انا الاربعه اللي فات دخلت فوكا كاين طونوبيلات كانوا كيما نقولوا يساوموا فيهم ب 20 مليون زياده، ريكولا فيها ب 20 مليون لورا. كاين اللي باع واه باين اخويا، هذوك الماتريال الجديده ويدخلوا، ماذا بينا ان شاء الله بربي حنايا من هذا المنبر، ماذا بينا ان شاء الله يزيدوا يدخلوا لنا طونوبيلات باش السوق ان شاء الله يزيد يطيح. وماذا بينا احنا الشعب الجزائري كاع نركبوا ان شاء الله، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش ان شاء الله خويا، ان شاء الله خويا هذه هي.